اسمه كشف الخفاء فيما اشتهر على الناس، يعني اشتهر عفوا في ألسن الناس من الأحاديث. حديث الوصية تقصد يا شيخنا؟ حديث الوصية يعني فكر بس السادة المشاهدين. أيوة بالأمس أيوة. يعني نعم. آه. هناك حديثان رواهما ذكرهما أمس، وذكر أنه قرأهما ولم يذكر حكم المؤلف نفسه على هذه الأحاديث. فلما راجعتها جئتها وصورتها مكتوب وهذا حديث موضوع، يعني مكذوب وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق من الناحية الأمانة العلمية. لا مش عايز ادخل معاك بس حضرتك انت قلت ذكرت حضرتك قلت انك ذكرت هذه الروايات ولم تذكر انها ضعيفة من عدمه، طب لماذا استشهدت بها؟ بس ده سؤال. احسنت. نعم يعني حضرتك انت بتستشهد بيها، يعني اذا بتلقي شبهة فالشيخ كان بيرد على الشبهة بالنسبة، بس هو ده بالنسبة دي شواهد يعني شواهد ضعيفة يعني للأمانة العلمية كان المفروض تقول يا ابن عجلونة وكان العجلوني ضعف هذه الرواية. استاذ محمد اتفضل لو سمحت. كما ذكرت لكم انه في رضيت يوم الخميس ابدا معترض ولا بسمح له ولا بكلمه يا استاذ محمد ما بصير الان ما نرجع لك عندك رد على ما قال ان احنا غلطنا ما في الامانه هنقول اهو كل ما ارد على عوده لرضيت الخميس ورضيت الثلاث يعني انا عاوز رضيت الثلاث ورضيت الخميس دي عديناها حضرتك استاذ محمد عديناها دلوقتي هو اتكلم بيقول انا دلست من حق ارد ترد على هذه الجزئيه أيوة. هل الحديث ضعيف ولا مش ضعيف ضعيف ولا مش ضعيف حطينا في الموضوعات انا مش مشكلة خلاص يبقى تقول ليه تقول ليه للامانه العلميه الحمد لله الحمد لله اخو طيب انتهت يبقى دي واحده ليك تعليق ثاني ليك تعليق ثاني مشاهدينا الاعزاء ايوه ندخل بملف المهدي يعني استاذ الشيخ الشيخ عبد العال سليمه يبدا وقته الان في الدخول في ملف المهدي ابدا على بركه الله بسم الله الرحمن الرحيم تفضل يعني مش عاوزنا نرد على خلاص انتهينا اغلقنا هذا الملف الامام انتهت بالنسبه لنا نبدا بالمهدي فاسالوا اهل الذكر يعني منهم يعني انت اعترفت اصل بدا وقته انت عامه المشاهدين انت شايفين اعترفت انه من احاديث موضوعه يا شيخنا بعد اذن حضرتك ان انا ارد شيخ عبد العال شيخ عبد العال بعد اذن حضرتك عشان وقتك ما يضيعش احنا نبدا في المهدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابدا في المهدي